90 مليون دولار هو ثمن اسمه ومهاراته في الفوتبول، دفعها واحد من أهم نوادي العالم وما ندموا لأنه حقق معهم نجاحات كثيرة من 2013 لليوم. بدأ هاللعبة لما كان عمره 15 سنة، وبعدها بسنتين انطلق برحلة الاحتراف ولفت أنظار النوادي الكبيرة ومنهم نادي تشيلسي اللي قدم له عقد بقيمة 20 مليون باوند لشرائه من ناديه. لكن برشلونة هو اللي فاز بالأخير بنيمار اللي هو ضيفنا الليلة بستار تراك. على إنستغرام عنده حوالي 60 مليون فولور، والمميز بهالصفحة هي صورة البروفايل اللي عملها بشكل كاريكاتوري، وطبيعي نشوف صور كتيرة ليه بملاعب الفوتبول، وطبعاً صور مع فريق برشلونة ومنتخب البرازيل، وبينشر كمان صور مع زملائه بالفريق مثل ميسي، وهالصورة وصلت لحوالي 2 مليون لايك. نيمار متعلق كتير بابنه، وكل فترة بيشارك جمهوره بصور عفوية معه. على تويتر عنده أكثر من 25 مليون متابع، وآخر تغريدة لي كانت صورة هو بيتمرن وكتب بما معناه الله حامينا. نيمار من نجوم الفوتبول الكتير مطلوبين بالإعلانات، وآخر ما نشره على تويتر كان إعلان لبراند لنظارات. أما على فيسبوك عنده حوالي 59 مليون لايك، وآخر بوست كانت صورة لي بتجمعه مع النجم أرنولد، ومن فترة نزل صورته بأحد المقاهي بإجازاته، وفي بوست ثاني نزل صورة عفوية مع زميله ماسكيرانو.